ونروح مع حضراتكم، بفكركم برضو يوم من الأيام التاريخية اللي عدت على مصر، ويوم من الأيام اللي اتبنى فيها جزء كبير جدا من تاريخ مصر، والتسلسل والتوابع بتاعت اليوم ده النهاردة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو. وإحنا بنقول جملة، بنقولها كلمة، بنعديها في ذكرى، لكن في الحقيقة هي تاريخ، وهي واقع، وهي تغيير، وهي حاجات كتيرة جدا بنت عليها، وفي حاجات كتيرة جدا اتأسست بناء عليها. فكل حاجة عدت على مصر كانت حاجة عظيمة، احنا بنختصرها في جملة، لكن هي فعليا الجملة دي بتختصر شقة وتعب ومغامرة وخوف وخطر وانفاق واقتصاد وسياسة وأمن، بتختصر كل حاجة. ثورة 23 يوليو أبطالها ونجومها الشعب المصري العظيم، واحد من قادة هذه الثورة، واحد من نجوم هذه الثورة، لم يذكر بشكل كبير، كان فيه تفاصيل كتيرة هنعرفها النهاردة. معانا العملاق الأسمر منقذ ثورة 23 يوليو يوسف صديق، نشوف ونكمل معاك. في مذكراته قال إن ثورة 23 من يوليو عام 1952 هي الشرارة الأولى لحركة تحرير الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية، وأسجد لله شكرا على كون الشرارة الأولى التي اندلعت في هذه الثورة الخالدة، ليأتي من بعده محمد حسنين هيكل ويصفه بالعملاق الأسمر، وكتب عنه أحمد حمروش قائلا: الاسم يوسف صديق والمهنة بطل. يوسف صديق أحد الضباط الأحرار، ولد في قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الوسطى محافظة بني سويف في 3 يناير عام 1910، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1933. وفي منتصف الثلاثينيات التحق بإحدى الكتائب بالسلوم، وعندما نشب الحرب العالمية الثانية في أواخر الثلاثينيات شارك في القتال بالصحراء الغربية وفي حرب فلسطين عام 1948. في أحد أيام أكتوبر سنة 1951 زار يوسف صديق الضابط وحيد رمضان الذي عرض عليه الانضمام للضباط الأحرار، وأطلعه على برامجهم فوافق، وأسندت إليه من قبل تنظيم الثورة قيادة الكتيبة الأولى مدفعية. وقبل التحرك اجتمعت اللجنة القيادية للثورة، وقررت أن تكون ليلة 22 و23 من يوليو عام 1952 هي ليلة التحرك، وأعطيت الخطة اسما كوديا نصر، وتحددت ساعة الصفر في 12 مساء، إلا أن عبد الناصر عدل هذا الموعد للواحدة صباحا، وأبلغ جميع ضباط الحركة عدا يوسف صديق لكون معسكره في الهايك ستيب بعيدا جدا عن مدى تحركه، فأثر انتظاره بالطريق العام ليقوم برده إلى الثكنات. ووفقا لذلك فقد تم إبلاغ يوسف صديق أن ساعة الصفر هي ساعة 2400، أي منتصف الليل وليست الواحدة صباحا، وكان يوسف قائدا ثانيا للكتيبة ولم يخف الموقف على ضباطه وجنوده، وخطب فيه مؤكدا: إنهم مقدمون على عمل من أجل الأعمال في التاريخ المصري، وسيظلون يفتخرون بما سيقومون به تلك الليلة. وتحركت القوة من معسكر الهايك ستيب، وما إن خرجت القوة من المعسكر حتى فوجئت باللواء عبد الرحمن مكي قائد الفرقة يقترب من المعسكر، فاعتقلته القوة بأوامر من يوسف صديق. وعند اقتراب القوة من مصر الجديدة صادفت أيضا الأمير اللاي عبد الرؤوف عبدين قائد ثاني الفرقة الذي كان يسرع بدوره للسيطرة على معسكر هايك ستيب، فأمر صديق أيضا باعتقاله. وأثناء سير الكتيبة فوجأ صديق ببعض جنوده يلتفون حول رجلين تبين أنهما جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وكان حسبما روى يوسف في ملابس مدنية، وحدث جدال بين عبد الناصر والصديق، حيث رأى جمال خطورة تحرك يوسف قبل الموعد المحدد ضمن الخطة الموضوعة سابقا على إمكانية نجاح الثورة، ورأى رجوعه إلى الثكنات، لكن يوسف قال له أنه لم يعد يستطيع العودة دون إتمام العمل، وإن الثورة قد بدأت بالفعل. حينما قامت قوته بالقبض على قائده اللواء عبد الرحمن مكي ثم الأمير اللاي عبد الرؤوف عبدين، تحرك صديق وفي الطريق أعد خطة تقضي بمهاجمة مبنى قيادة الجيش، ووصل إلى المبنى فاقتحم هو وجنوده المبنى بعد معركة قصيرة مع الحرس، سقط خلالها 2 من جنود الثورة و2 من قوات الحرس، ثم استسلم بقية الحرس، فدخل يوسف مع جنوده مبنى القيادة وفتشوا الدور الأرضي وكان خاليا. وعندما أراد الصعود إلى الطابق الأعلى اعترض طريقهم شاويش حذره يوسف، لكنه أصر على موقفه فأطلق عليه النار وأصابه في قدمه.
وعندما حاول فتح غرفة القادة وجد خلف بابها مقاومة، فأطلق جنوده الرصاص على الباب ثم اقتحموا الغرفة. وهناك كان يقف الفريق حسين فريد قائد الجيش والأمير لاي حمدي هيبة وضباط آخرون رافعين منديلا أبيضا، فتم القبض عليهم حيث سلمهم لليثباش عبد المجيد شديد ليذهب بهم إلى معسكر الاعتقال المعد حسب الخطة في مبنى الكلية الحربية. وبذلك أصبح يوسف صديق البطل الذي أنقذ ثورة 23 من يوليو من الفشل. ومصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تكرم يوسف صديق العملاق الأثمر منقذ ثورة 23 يوليو كما وصف على ألسنة الكثيرين. كل حاجة عدت على مصر فيها حاجات كده بتبقى منورة، احنا من كتر أو هول الحدث زي ما بيقولوا ما بناخدش بالنا من التفاصيل، لكن التاريخ لا يرحم والتاريخ لا ينسى والتاريخ يكتب بأكثر من قلم وبأكثر من وصف لحد ما تصل إلى مرحلة التقييم السليم والرصد الحقيقي للوقائع من كل الأوصاف اللي جات لك وكل الأقلام اللي كتبت لك، فتوصل لحقيقة وعظمة كل حدث عدى على مصر. 23 يوليو أنتجت عظماء كثر وأنتجت دولة عظيمة وأنتجت ثقافة ووعي جديد، وحتى الآن نحن على خطى خطاها عظماء مصريين. احنا لحد دلوقتي ماشيين على نفس الخطى، كل واحد بسياسته، كل واحد بطريقته، كل واحد مننا بفكره وبثقافته، لكن في النهاية اللحمة الوطنية وتراب هذا الوطن يجمعنا. خلينا دي كانت كده الحاجات